أكد ممثلو شركة أورانجينا في معرض المشروبات الجزائرية أن هذا المعرض الأول من نوعه فرصة للقاء المنافسين والتعرف على جديد سوق المشروبات والتعليب والمواد الأولية. المعرض هذا الله يبارك حاجة جديدة راهو سابقة كيما نقولوا راح المعرض الأول في المشروبات، كاين مشروبات كاملة محلية ما شاء الله، حاجة تنافس، التنافس يخلق واحد الحاجة مليحة اللي هي البيع ويطيري لي كليون لي نوفو كليون حتى يوصل للخارج كيما نقولوا. الحاجة مليحة كاين دي برودوي حاجة جديدة، كاين لي برودوي عندها 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 ليستوار مثل ليستوار مثل حاجه تاع السياسه. المشاركه تاعنا مشاركه عاديه بما ان المنتوج معروف ومنتوج جوده عالميه، بالحرارة باش تكون موجوده المهم تاعها ليكزيستونس في هذا المعرض، على خاطر هذا المعرض هو حاجه نيفو لابد تكون على يكون الاخر على اوتر. الحاجه اللي نحوسوا عليها هي العلاقات بين مع المتنافسين مع اصحاب الصناعات اللي تفيد المنتوج المواد الاوليه.